نيجي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء الفترة اللي فاتت كان عنده شوية أمور، أوراق حكومية، حاجة عايز يخلصها، متعطل، كان نفسه تخلص وما خلصتش. الفترة دي هيبتدي يفكر إنه يجري عليها إنها تخلص، أو نفسه يسافر لأن هو نفسيا مش متظبط. اتكلم في موضوع سفر، اتكلم في موضوع إن هو عايز يغير جو في أي حتة، بس هو دايما بيحب يرتب أوراقه، ما فيش حاجة تيجي على حاجة، بس هو نفسيا مش مظبوط. في جزء كبير منهم عندهم اوراق هتتمدي، والاوراق دي هتبقى لصالحهم، اوكي، وده هيحصل في خلال الاسبوع اللي جاي دوت. وفي جزء منهم عايز يسافر، عايز يغير جو يفسد. نفسيا عايز يشيل الفيشه لان هو حاسس ان هو مضغوط قوي فتره فاتت، فعايز يحاول يروح يعني يفضي كل الحاجه اللي جواه علشان عايز يبتدي يعرف يتعامل تاني ويملى تاني علشان يعرف يدي طاقه للناس اللي حواليه، لان هو مودي ما بيعرفش يعمل حاجة فوق طاقته، أو لو طاقته الإيجابية خلصت ما بيعرفش. فهو بيحب يبقى طبيعي مش فيك، أوكي؟